محمد الشناوي مصطفى شوبير النهارده كان في برنامج مع ابو جبل وطلعوا اتسال النهارده مين حارس مصر الاول. مصطفى شوبير قال محمد الشناوي، ابو جبل قال انا. ف يعني هو اكيد مع احترامي لاختلاف وجهات النظر، حارس مصر الاول بلغه الارقام هو محمد الشناوي. لا ومغروره كل واحد شايف نفسه اسطوره، بفا غرقانه عالجيني شرقانه، ايامكم معدوده بقيتوا في الصوره، احفظوا شكلي اوعوا تنسوه، في حساب صادم والكلام مقصود، ده الزمن دوار ياللي عشت الدور، ذنبي في الدنيا عشتها ببرود، شارب والسيجارة